خلال سيام وسيم وحسين ديك العروسه ديالك الشرقيه ديالك وجديه داك غير تنسينا العروسه الاخرين ديالك قدام السلام عليكم وليداتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ونتمنوا ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. واليوم راني فرحانه بمحسن ولدي وسهام بنتي اللي وصلوا على وليداتي كاملين كاع اللي وصلوا هاد النهار على خير وعند حبابهم وعند والديهم. هذيك هي الدنيا وما فيها، والله العظيم اللي كانوا تيخرجوا من المطار وفرحت واحد الفرحه اللي دخلوا للمغرب ديالهم يزوروا حبابهم يزوروا والديهم والعائله ديالهم. واليوم راني فرحانه بوليداتي وراني دايره يا حيدوس وراني فرحانه بهم بزاف بزاف. عارفه الوالده سهام كيعجبها حيدوس، هي من العشاق ديال حيدوس. والله العظيم ديك الساعه اللي درنا العرس مع فلمان ليها وقالت لك مسكينه ونولي نعاودو راني ما فرحانه بداك الشيء وتيعجبني داك الشيء. والحمد لله وليداتي كما لحقتو على خير، وهذه هي الدنيا. وهذا الوالده جات العروسه ديالك الشرقيه ديالك وجديه داك غير تنسينا العروسه الاخرين ديالك قدام. لا ولدي لا، ايوا غدا هي باقا جديده وجات عزيزه داك الشيء علاش هما كلهم بحال بحال. واللهم لك الحمد يا ربي اللي وصلوا على خير، وهذيك هي الدنيا وما فيها. وكلمه لحفصه ورشيده، دابا رشيده وحفصه ومجموعه ما عطاكم الكلمه، بغينا لكم تصليو لنا على النبي غدخل لاله سهام وسيم وحسين. سي محسن احياني اخويا، تحية خالصة. وي يا موسي ها المغرب فاسدين. يا العروسة ديالك الوالدة. والله إلا راني فرحانة واحد الفرحة اللي دايرة. واش نهار فيا؟ واحد نشربوا حنايا. هاكا خويا مرحبا. لا هو التمر، لا هو بزاف كنشكر الله لك كبروا بنا هي والوالده ديالي والاخوان كامل اللي حاضرين. الله يعاذبنا معكم في الطاقه الله. اشنو الوالد؟ الحمد لله انا فرحان بحسين وسهام بنتي وجابوا لي ولدي الحمد لله. اللهم لك الحمد لله فيما شفتوا جابوا لي نشوفوا النزار وجاو كاعهم جاو الطياره عامره كاع اللي معاهم ربي يسهل عليهم ويجيبوا لي بها الخير. امين.
صافي مشيتو فيها العريس حاضرين المغايب على موتي الشاي Thank you.
عرسك واحد عرسه. تتواجد في اليوتيوب هي الفرقه ديالي ايت واحد سيدي عندي سيدي المخدوم راه عندي القناه حمناوي معزه عندي ان شاء الله. شكرا على الماشيه المغاربه كاملين الله يعطيك الصحه. Oh,
واحد لي ويسترو ديالنا. المطار كان عامر هاد النهار. عامر مني والله العظيم. كنتي كتدعي معايا الوالده ممتازه؟ ديك السيده ممتازه عندها شي جلسه تاهي. قالت لك امي حني ما دعي معايا راه عندي واحد جلسه. جلسه ولا كذا محكمه مسكينه والله يجعل ضيفك وحيلها على خير ان شاء الله. هذا كنقول هيا بنتي. الناس المطار. والله العظيم ساكن شحال راجع معنا ام محسن وسهام راه مركب معنا في السياره. وتحيه ليك كبيره الف تحيه. الله يخليك ربي يرضي عليك. بارك الله فيك الله يكبر بيك. امين. Thank you.
Oh, my God.